انت دخلت الطلاق فانت طالق، فدخلت الطلاق هنا يعني نقول له بقى نيتك طلاق صريح ولا انت ما قصدش ليا كان هناك قريب تدل على زمن زي ما كان الراجل بيتكلم مع مراته قبل ما تروح تعرضه في طالق لو واحد هناك تبقى طالق بكره لا لو قصد فيك تهديد او غيره ما اعرفش انا تهديد ولا شيء هذا بالله